في الدرس ده هنتعلم ازاي نعمل فورم. الفورم زي ما قلنا عليها قبل كده دي اللي من خلالها بقدر اعدل في التيبل او في الداتابيس بتاعتي، او ازود خانة او انقص خانة، او اعدل في اي ريكورد زي ما قلنا قبل كده في الشرح بتاع الفورم. هنتعلم النهارده ازاي نعمل فورم مثلا للكاستمرز. هنيجي نقف كده على الكاستمرز وندوس كرييت. هنيجي هنا في المكان بتاع الفورم اللي هو التيبل دي او الكومباوند ده او التجميعة دي بتاعت الفورم. طبعا زي ما قلنا دي التيبل، دي الكويريز، دي الريبورت، كل حاجة مقسمينها في جزء زي ما انت شايف. هنيجي هنا بس نقف على الكاستمر، هنيجي هنا ندوس على كلمة فورم، هيبتدي يعمل لي فورم بالمنظر ده. دي اللي هي التعديله او الشكل بتاع التعديله بتاع الكاستمر. طبعا هنا ظاهر لي حاجه اسمها اوردر اي دي وسيلز ديت وبرودكت اي دي كونتراكت اماونت، دي اللي هي معمول لها لينكد زي ما اتفقنا او ريليشن شيب مع الكاستمرز. اهي لو دوسنا دبل كليك على الكاستمرز هنلاقي اللينكد معمول لينكد لي الكاستمرز اللي هي ريليشن شيب. لو عاوز اتاكد هي ريليشن شيب اللي بينا اهي اللي معمولها في الكونتراكتس والانفويسز زي ما انت شايف اهو. تمام، تعالى نقفل دول كده عشان ما نتلخبطش. ده بالنسبه لي لو هنعمل فورم للكاستمرز اهو زي ما انت شايف. ده الريكورد، ممكن نقلب من هنا كده الريكورد، يعني ممكن نمشي من هنا كده اهو كده بيزود الريكورد. لو وقفنا هنا كده وابتدينا نقلب تعالى نعلم على المكان اللي فيه الكاستمر، نبتدي نزود الريكورد زي ما انت شايف اهو. بص كده الريكورد بتاعنا بيزيد اهو زي ما انت شايف اهو كده. انا جبت اخر الريكورد كده اول الجدول زي ما انت شايف اهو. نعلم كده على الكل ونبتدي نزود زي ما احنا عايزين. ده كده اخر ريكورد موجود عندي. لو انا عاوز اضيف ريكورد، يعني ده ريكورد جديد، لو انا عاوز اضيف ريكورد جديد ممكن اكتب هنا الاي دي وفيرست نيم ولاست نيم والسيتي والكونتري والفون. دي الفيلدز اللي انا كريتها قبل كده لما جيت اعمل التيبل بتاعه الكاستمرز. هنا بس مجرد بيظهرها لي عشان لو عاوز ازود، عاوز اعدل، عاوز اعمل اي حاجه. تعالى كده نعدل في ريكورد معين. تعالى نرجع سنه كده، تعالى مثلا رقم 17 ده، تعالى نعدل في رقم الموبايل. تعالى نخليه مثلا اهو باجي اعدل اقف هنا كده عشان اعدل واكتب ايه. ده مش راضي يكتب عشان هنا في حاجه اسمها فيوز. يعني ايه فيوز؟ يعني المناظر او الاشكال بتاعه الفورم دي المفروض كل حاجه ليها حاجه. يعني ايه؟ هنا من قائمه فيو حاجه اسمها فورم فيو، حاجه اسمها لاي اوت فيو، حاجه اسمها ديزاين فيو. الفورم فيو دي لو انا هعدل، بص مجرد ما حولت بس على الفورم فيو حول لي المكان اللي انا ممكن اعدل فيه. ممكن اشيله خالص كده وابتدي اعدل زي ما انا عايز اهو. تمام، وندوس كنترول اس هيبتدي يعدل في الكاستمر اي دي رقم 17، وان اللاست نيم نخليه سالم اهو زي ما انت شايف. احنا كده عدلنا في، ونخلي دي لندن زي ما انت شايف اهو. ده الـ التعديل بتاعنا اللي احنا عملناه. ونخلي دي مثلا اي حاجة كده، نعمل كوما اي حاجة كده زي ما انت شايف. تعالى نعدل كمان في الاماونت نخليه 50,000 زي ما انت شايف. تعالى كده نعمل كنترول اس، تعالى نروح للمكان ده اللي جوه الكاستمرز اهو. لو نفتح كده الكاستمرز ده رقم 17 اهو، دي التعديله اللي احنا لسه عاملينها، واهو دي التعديله برضو احنا لسه عاملينها، ولندن اهي، ودي 50,000 اللي احنا عملناها عشان معمول لينك بينهم او معمول ريليشن شيب
او علاقة بينهم، عشان كده اتعدل زي ما انت شايف. ده كده اول شكل من اشكال الفورم. في شكل تاني مختلف تماما عن الشكل ده. لو وقفنا كده على invoices، تمام، نيجي كده من create، حاجة اسمها more forms، حاجة اسمها الأشكال دي زي ما أنت شايف دي. في مثلا split form، ده ممتاز جدا، وده معظم الشغل بتاعنا بيبقى موجود فيه split form. مجرد ما دوسنا على split form، ده الشكل اللي ظهر قدامنا، بيسمك الصفحة إلى نصين زي ما أنت شايف، عشان يظهر لك المكان بتاع الفورم، الشكل اللي اوت اللي هو بتاعه اهو، اسمه لي اوت اللي احنا واقفين عليه بالمنظر ده. لو قلنا فورم فيو عشان نبتدي نعدل، ماشي، الديزاين فيو هناخدها كمان شويه نعرف ممكن نعمل فيها ايه. ده السبليت فورم، حتى بيجيب لك، حتى لو انت هتعدل في الريكورد اهو، بص بيجيب لك فوق وتحت، يعني بيزود فوق وبيزود تحت، بيجيب لك المنظر العام، بحيث لو زودت او عدلت تعرف شكل التعديله فين تحت على طول مباشره. ده بالنسبه للشكل التاني بتاع الفورم. في شكل تالت للفورم، تعال نعرفه مع بعض. تعال نقفل بس دي كلوز كده، يقول لي سيفها، اقول له ماشي، invoices form نسميها split عشان دي برضه عارفين، يقول له اوكي اهي اتسيفت قدامنا. تعال بقى نقفل ده كله كده، دوس كلوز، ونيجي هنا من create، حاجة اسمها form wizard. دي عشان اعمل فورم مكونة من كذا تيبل، يعني ممكن اعمل اخد من هنا فيلدز ومن هنا فيلدز، يعني من هنا تابات او من هنا خانات. الفيلد مسمى سيل، يعني خليه زي بالظبط زي الاكسل. لما ان شاء الله هنشرح، ممكن اخد من هنا فيلد، ممكن اخد من هنا فيلد، ممكن هنا الكاستمر اي دي، ممكن اخد هنا برودكت اي دي، ممكن اخد هنا الانفويس نوت بيد. بس الحاجات دي ممكن اخدها مع بعض احطها في فورم لوحدها، بحيث لما اعدل اعدل في الثلاثه مع بعض، في الثلاثه تيبل مع بعض. تعال نشوف ازاي. هنا مثلا هنا بختار التيبل اللي اختار منه الفيلدز بتاعتي او الخانات بتاعتي. هنا مثلا الكاستمرز، دي الحاجه اللي جوه الخانات اللي جوه الكاستمرز. هناخد مثلا الفيرست نيم واللاست نيم من الكاستمر، وناخد ايه الفون. تعال ناخد من الانفويس، ناخد منها الانفويس بيد والستيتس. تعال ناخد من الكونتراكتس، تعال ناخد البرودكت اي دي، وناخد نقول مثلا السيلز او الكاستمر اي دي، هنقول نيكست. بيقول لي انت عاوز تشوف الشكل بتاعك باي كاستمر، يعني الكاستمر هتبقى فوق زي ما انت شايف كده، بعد كده الكونتراكتس، بعد كده الانفويس. ده نفس المنظر ده كده، ترتيب ورا بعض. لو انا عدلت في اي واحده فيهم زي ما انت شايف الشكل العام بتاعي بيبقى عامل ازاي اهو. الافضل طبعا بيبقى ايه، باي كاستمرز، عشان دي الحاجه الرئيسيه اللي موجوده، اللي معمول لها لينكد بينهم او معمول لها ريليشن شيب، او هي الحاجه الرئيسيه اللي موجود فيها التعديل الاولاني اللي احنا عملناه زي ما انت شايف اهو. هنقول فورم ويز سب فورم. سب فورم يعني هيعمل لي فورم عادية موجود فيها كل حاجة، ويعمل لي سب فورم بكل واحدة فيهم. هنشوفها ازاي الشكل العام بتاعنا بس بعد ما نخلص، تمام. هنقول نيكست. ده الشكل ده الشيت، ممكن اعمل كده. الشكل قدامك ليه اول بيتغير قدامك، او يعني انت ممكن تختار بينهم زي ما انت عايز، بس ريكومندد، يعني المفروض ان انا بنصح بيه، ومايكروسوفت كمان بتنصح بيه، ان انت تسيب الشكل العام زي ما هو، طالما هتعمل حاجة عامة مش حاجة متخصصة في حاجة معينة. طالما هتعمل حاجة عامة شغل عادي، يعني سيب كل حاجة زي ما هي، ما تغيرش في اي حاجة عشان ما تبوظش الشكل العام بتاع اللي او بتاعك. هندوس نيكست. ادي الفورم العادية، وادي اتنين سب فورم، يعني اتنين حاجات فرعية من الفورم الاساسية، هتشوفهم برضو موجودين قدامنا، بس بعد ما نقول فينيش هتشوف الشكل العام بقى عامل ازاي. بيقول لي open form to view or enter information، بيقول لي يعني اول ما اخلص افتح الفورم بتاعتي عشان ابتدي اشوف الانفورميشن بتاعتي، اشوف المعلومات بتاعتي عشان ابتدي اعدل فيه. هنقول next او finish، هيبتدي يفتح لي الشكل العام اهو، فتح لي customer form، وعمل لي invoices form، وعمل لي invoices sub form زي ما انت شايف. دي الشكل العام اللي هو عمله اهو، ادي كونتراكت سب فورم، وادي كاستمر
فورم اللي احنا لسه عاملينها، وادي invoices sub form. تمام، نشوف هنا الفيو، ممكن نجيب فورم فيو نعدل فيها كده زي ما انت شايف، او داتا شيت فيو او لاي اوت فيو. دي عشان لو انا عاوز اعدل في الصف فورم بس من غير ما اعدل في الكاستمر فورم بتاعتها كلها. يعني هذه الكاستمر فورم اللي احنا عملناها موجود فيها الشكل العام بتاعه اهو زي ما انت شايف اهو. لو هنا دي الكاستمر فورم اهي، دي اللي احنا لسه عاملينها، فيها التلات مع بعض، الفيرست نيم واللاست نيم، وادي الكونتراكت وادي الانفويسز. دي لو عاوز اعدل فيهم كلهم مرة واحدة زي ما انت شايف اهو. ده بالنسبة لحاجة اسمها كومباوند فورم، يعني فورم تجميعية بين التلاتة تيبل او بين 10 تيبل او بين 11 تيبل حسب ما انا عامل في الداتابيس بتاعتي او مسجل في الداتابيس بتاعتي. تعال نتعلم حاجة جديدة، ازاي نعدل في الاشكال بتاعت المربعات، وازاي نحط مربع مكان مربع، وازاي نعمل فورماتنج للمربعات اللي عندي. تعال نتعلم ازاي. عاوزين بقى نركز كويس في التعديلات دي. لو جينا هنا من قائمة فيو، في 3 فيو قدامي زي ما انت شايف. ركز بقى كده، لما اقول لي اوت فيو ظهر لي 3 خانات فوقهم، ديزاين وارينج وفورمات. دول الثلاث خانات اللي بتحكم فيهم في الفورماتنج بتاع او تعديل الشكل العام او الرئيسي، دي اسمها فورماتنج. يعني عشان بس انا مش عاوز انطق كلام الناس تكون فاهماه، فورماتنج يعني انا بظبط او بهيئ الشكل العام عشان يبقى مناسب ليا ومناسب للطلب بتاع المدير بتاعي او بتاع صاحب العمل بتاعي. ديزاين والرينج وفورمات. تعال نشوف ديزاين بتعمل ايه. انا هنا اولا ممكن وانا واقف على اللي اوت ماشي فيو زي ما انت شايف، ممكن المربع ده انا معلم عليه ممكن اعمل له ريسايزنج من هنا زي ما انت شايف كده، ممكن احركه اهو، ممكن احركه بالاسهم لتحت لفوق زي ما انت عايز. ممكن اضيف خانة، يعني مثلا هنا مثلا ايه، هنا ممكن اضيف هايبر لينك. تعال نشوف نضيفه ازاي. بص بيقول لي حط الهايبر لينك فين، احطه مثلا هنا واضيف له الهايبر لينك بتاعي، اشوف اللينك بتاعي اللي انا عايزه احطه منين اهو. لو انا هضيف هايبر لينك هضيف الادرس من هنا اكتبه وابتدي احدد المكان اللي انا هنزله فيه من هنا من المكان اللي انت شايفه ده. دي الحاجات اللي ممكن اضيف بيها اشكال داخل التصميم بتاعي. هنا ممكن اضيف مثلا، اعلم هنا كده واضيف مثلا كولر للمكان، واضيف سم معين اهو زي ما انت شايف. ممكن اضيف لوجو، يعني لوجو للشركه بتاعتي، شكل عام للشركه بتاعتي او شعار للشركه بتاعتي ممكن اضيفه جوه الرسم. التايتل يعني ممكن اعدل في العنوان زي ما انت شايف. تمام، لو اضيف داتا ديت اند تايم ممكن اضيف تاريخ للشكل العام بتاعي. ممكن اعمل انسيرت لايمج، يعني ممكن اضيف صوره لايمج معينه احطها على التصميم بتاعي او الفورم بتاعتي صورة يعني. تمام، ده بالنسبة لقائمة ديزاين. تعال نشوف الارينج، تعال نعلم كده ونشوف ايه اللي هيظهر لي. دي الميرجنز، لو انا عاوز مثلا اعمل كده، بص لاحظ ان احمد بقت ايه، بص زي ما انت شايف، بص بيتحرك من مكانها. تعال نشوف برضه دي بتعمل ريسايزنج للمربع نفسه، يعني المربع بص اهو بيبقى بالاشكال دي اهو زي ما انت شايف. ممكن احدد المربع نفسه بمكانه فين في الصفحة او طوله او عرضه. تعال نشوف فورماتنج بتعمل ايه. في حاجة اسمها هنا اللي هي الفونت تولز. تعال نشوف، ممكن اعمل بولد، ممكن اعمل مايل، ممكن اديله خط، ممكن نغير شكل الكلمة نفسها نخليها مثلا اي لون من الالوان دي. ممكن اعمل فيل للمربع نفسه، ممكن اخلي الكلمة في النص، ممكن اخليها يمين. الالاينمنت تول، ممكن اعمل فونت اكبر الحجم زي ما انت شايف. ممكن اعمل باك جراوند ايمج، يعني ممكن نجيب مثلا ايمج زي دي ونيجي هنا كده وندوس ايمج بالمنظر ده، ضاف لي باك جراوند زي ما انت شايف. ممكن اعمل كونديشنال فورماتنج ل المربع، يعني ممكن اغير الاشكال بتاعته او الونها زي ما انت شايف. ممكن الشيف فيل دي، تعال نشوف دي بتعمل ايه.
اهو غير لي شكل المربع بالكامل. تعال نشوف اللاينز دي مثلا بتعمل ايه. بص عمل لي بوردر او عمل لي تحديد للمربع من بره. تعال نشوف دي برضو بتعمل ايه. التحديد ممكن اخليه منقط او زي ما انت شايف اهو الشكل العام بتاعه ده. بالنسبة للديزاين والارينج والفورماتنج اللي ممكن اعمله في الصفحة. تعالى نشوف الفيو التالت اللي هو ديزاين فيو اهو. ممكن برضو يعني دي اشيلها خالص كده احطها في مكان تاني زي ما انت شايف اهو. بس هتبقى اسهل لنا بالديزاين فيو، لان الديزاين فيو بيبين الخطوط العرض والطول بتاعة الديزاين اهو. لو جينا في الديزاين فيو بيقول لي انت عاوز تسيف التغييرات دي، اقول له بيقول انت عاوز تسيف التغييرات اللي انت عملتها دي على كل الفورم اللي الخاص بالمكان ده، اقول له لا انا عاوز اتعامل على الفورم دي بس not to all. هنا عمل لي المنظر اللي انت شايفه ده. طب تعال نشوف حاجة تانية تكون شكلها اوضح شوية. تعال نيجي هنا مثلا نقول الديزاين فيو اقول نوت اول. ده الديزاين فيو بتاعي بتاع الكاستمر فورم زي ما انت شايف. هنيجي هنا ممكن نقف على المكان ده، ممكن نعمل له ريسايزنج زي ما انت شايف اهو، بيعمل ريسايزنج للكل يعني. بص يعني ممكن ادوس هنا كده وابتدي اغير مكان اهو، امسك كده من هنا او علامة تتحول لعلامة بالمنظر ده، ممكن اغير مكانها بس مفيش مكان ليها خلاص يعني ايه. احنا بس احنا ممكن برضو نعدل الاماكن. ممكن نيجي هنا نقف في المكان ده ونعمل دي ريسايزنج بالمنظر ده. ممكن نيجي نحركهم بالشكل ده اهو زي ما انت شايف، حركهم الناحية دي. تعالى نطول شوية دي على نعمل دي تطويلة شوية كده نقف هنا كده. ده ممكن أعدل في الشكل ده كده بالنسبة للديزاين فيو. تعال نشوفها بشكل أوضح أكتر. تعال نكتب كده نقفل القائمة دي خالص وندوس كلوز. تعال نجيب قائمة كاستمرز. تعالى نجيب الديزاين فيو زي ما انت شايف. تعالى نكبر شوية المساحة دي. تعالى كده ممكن نجيب الفيرست نيم دي، ممكن نحرك مكانها نخليها هنا كده اهو زي ما انت شايف. ممكن نجيب الجزء ده كده، ممكن نجيبه هنا، ممكن ندلل دي، ممكن نجيب ونجيب وندلت اللي تحت دي ديليت ده كده اهو، نجيبها بالأسهم كده شوية كمان بالأسهم ما انت شايف. يمكن اهي زي ما انت شايف يبقى كده سنة اشتغل في النص. لو قلنا كنترول اس تعالى كده نجيب هوم، نجيب الفيو فورم فيو ده الشكل العام بعد التعديل. يبقى ديزاين فيو ممكن اعدل بيها الشكل العام بتاع المنظر. عرفنا ازاي نستخدم اللي اوت، عرفنا ازاي نستخدم الديزاين والارينج والفورمات دي. في اوبشن حتى لو في اوبشن انا ما قلتهاش ممكن تقعد تجرب، بس احنا عرفنا ان ده الجزء بتاع الفورماتنج بتاع شكل الكلام، شكل الصفحة،
الاحرف بتبقى شكلها عامل ازاي، الارينج نفس النظام ده، بعدل مكان الكلام، بعدل مكان المربعات زي ما انت شفت. الديزاين ده اللي هو بضيف خانة، بحط لوجو، بحط صورة، بغير لون زي ما انت شفت. ممكن اعمل فيه ايه ده بالنسبة للجزء بتاع الفورمز.